بتعرض أحياناً لبعض النظرات أو الكلمات المؤذية السلبية، لكن ما بتأثر فيه كتير لأنه بحس أنه أنا اللي عم بستوعب المجتمع وليس المجتمع عم يستوعبني. أنا ولدت بهذا الوضع، بعتقد كنت محظوظة أني ولدت هيك لأني تأقلمت مع وضعي من البداية. هاي المرحلة ما كانت سهلة، كتير صعبة وكتير كان فيها من المعوقات. كنت أحمل موادي المكتوبة ورقياً وموزعها على أصدقائي، مزودهم بآلات التسجيل وبالكاسيتات لحتى يقدروا يساعدوني أنه ننجز بأقرب وقت للامتحان حتى أقدر أقدم موادي. هذا الموضوع ما كان سهل، بالإضافة أني رغم الوضع اللي أنا كنت فيه كنت أحضر يومياً محاضرات كاملة، كان الحضور كتير ساعدني على الفهم. بتعرض أحياناً لبعض النظرات أو الكلمات المؤذية السلبية، لكن ما بتأثر فيه كتير لأنه بحس أنه أنا اللي عم بستوعب المجتمع وليس المجتمع عم يستوعبني، وماني مضطرة أشرح كل شيء يعني للشخص. زميلة سحر ما بتمرق أي غلط مهما كان، وهي بتصر وقت تكون هي بفترة مناوبتها أو فترة دوامها انه على الاعاده لحتى انجاز العمل بالشكل الامثل والشكل المطلوب. هذا يلي رح نتعلمه اليوم مع ضيفتي رزان يلي هي خير مثال.